الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هل الاستغفار يعطي القوة في الجسد؟ الاستغفار مذكور في القرآن أنه يعطي القوة في الجسد. من يكثر من الاستغفار يحس بقوة في جسده ويشفي الأمراض المستعصية. من أراد أن يصلي ويقرأ القرآن ويعمل أعمال الشاقة يوميا في حياته فقط يلتزم بالاستغفار. الاستغفار يعطي القوة في الجسد، معروف. من يكثر من الاستغفار يعطيه القوة ويزيد النظر ويقوي النظر ويقوي الشعر ويجدد الخلايا ويقوي هرمونات الجسد ويقوي المناعة، مناعة الجسد. يعني هذه أشياء كلها يعطيها الاستغفار، يعني سيبرمج جسدك، يعني ستصبح عندك قوة بإذن الله. هذا لتجد الذي لا يستغفر كثيرا لا يستطيع أن يصلي ولا يقرأ القرآن لأنه لا يستغفر. إذا أكثرت من الاستغفار تصلي وتقرأ القرآن تفعل كل الأشياء بإذن الله. يعطي القوة في الجسد، معروف الاستغفار. فقط التزم بالاستغفار يوميا. وأقل عدد الذي أنصح به هو 1000 في الصباح و1000 في المساء. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.